هو ايه التخريف اللي انا سمعته ده؟ مروان بس يمشي من عنده وانا هنزل اتكلم معاه. تتكلمي معاه وتفهميني ومالوش كلمه عليا. حاضر يا لبنى حاضر. اهدي بس شويه واسكتي. اهدى ده ايه؟ انا مش هسكت، ده انا هنزل اطرد اللي اسمه مروان ده من هنا. وعلى فكره هو لازم يعرف ان البيت ده بيتي، وعادل ده ملوش اي اعتبار عندي. والله العظيم انا عارفه انه بيتك، بس يعني بس هي... ايه هو انت عشان خلاص حامل منه هتمشي وراه؟ انا مش قادره افهم انت ازاي مقتنعه انه طيب وحنين كده. على فكره ده مش سهل، وما نسيش اللي حصل ومش هينسى. انا عارفه ومتاكده كمان، بس مفيش اي حاجه في ايدي اعملها. نسيبه ونسافر. احنا ايه اللي مقعدنا هنا يا ريم؟ صعب شويه اليومين دول. هو ايه اللي صعب؟ انت قلتي ان عندك علاقات بره يقدروا يحمونا. انا بجد قرفت من كل حاجه هنا وكرهت كل الناس. والله والله العظيم انا بحاول بكلمهم كتير، بس مفيش اي حد بيرد عليا. وفي الاخر جات لي رساله منهم بتقولي لو بتستفسري عن اي حاجه اسالي عادل، يعني عادل هو المسؤول، ولو فكرنا نسافر هيبقى بامر منه هو. زعلان مني كريم قوي على فكره. البيبي عامل ايه؟ كويس تمام الحمد لله. عندك ميعاد مع الدكتور بكره، هاجي معاكي واوعي تروحي من غيري. حاضر. طب يلا حبيبتي استنيني تحت عشان انا عايز لبنى في كلمتين على انفراد. اتفضلي. شو ليه كده يا لولو تزعليني منك؟ هو انت بأي حق تعمل اللي انت عملته ده؟ وعلى فكرة رجوع لحسن انا مش هرجع. حبيبتي انا مش بتكلم على رجوعك لحسن، انا بتكلم عن عدم احترامك ليا. كان لازم تعملي حسابك ان انا راجل البيت، وما ينفعش تحرجيني قدام واحد زي اللي اسمه مروان ده. فعلا كان المفروض استنى لما الاقيه واخدني من ايدي والاقي نفسي في بيت حسن. لبنى وبعدين معاكي. حبيبتي انت صغيره ومش عارفه مصالحك فين. انا بخاف عليكي اكتر من اي حد. واسالي ريم انا بقول ايه من وراكي. بقول ان انا عايز اشوف لبنى اسعد انسانه في الدنيا كلها. طب تخيلي معايا كده حبيبتي ان انت ترجعي لحسن وتخلفوا بيبي زي القمر ويجري وراكي ويقول لك يا ماما. ده اللي انا عايزه. بقول لك ايه، اللي انت بتقوله ده مش هيحصل، واللي انت بتفكر فيه وبتخطط له ملوش اي اعتبار عندي. عيب كده، عيب كده ازعل منك؟ يعني انا بخاف على مصلحتك ومستقبلك وهو ده يبقى رد فعلك؟ انا اسف حبيبتي، انت اللي وصلتينا لكده. بس انا لسه قايله مروان تحت ان انت لسه صغيره ومش عارفه مصلحتك فين، وقلت له كمان ان انت عمرك ما هتقولي لا على اي كلمه انا بقولها. مش هيحصل. هيحصل ورجلك فوق رقبتك. احنا ما عندناش بنات يقولوا لا. انت عايزه الناس ياكلوا وشي ولا ايه؟ وبعدين احنا هنا حبيبتي في مصر مش في بلاد بره. وعشان تعرفي ان انا طيب وبنسى بسرعه، انا هنسى كل كلمه قلتيها استفزتني وخلتني اديكي بالقلم على وشك، وهتنفذي كل كلمه بقولها لك يا لبنى. وحسن لو جه، لو هتمشي معاه وانت ساكته، مش هتنطقي بنص كلمه. واعملي حسابك 9 شهور واشيل ابنكم انتوا الاتنين على ايدي. ماشي حبيبتي؟ مقرف. بقولك يا ريم، ما تيجي نسافر بكره مصر، نتعشى ونبات هناك ونرجع الصبح، هوديكي مكان هيعجبك قوي. كان لازم تقولي. هقولك على ايه؟ لو كنت قلت لي على موضوع لبنى ده يعني انا كنت عرفت اتصرف معاها وكنت عرفت اقنعها. يا حبيبتي انا مش عايز اشغلك معايا بالمواضيع الهايفه دي. انا قلت الموضوع بتاع لبنى ده ممكن يوترك وانت حامل يا حبيبتي. حبيبي انت عارفني احب اكون موجوده معاك في كل حاجه. حياتي انت. وايه الحكايه بالظبط بقى؟ لا عايز تدخل لبنى في الموضوع ده، مش فاهمه. افهمك. مروان افندي بيلعب. عايز يلعب معايا يا ريم. وايه اللعبه؟ انه عايز ينطرنا كلنا، فانا قلت امسكه من ايده.
ومفيش حل تاني قدامك غير لبنى يعني؟ مش هيجي. حسن مش هيجي يا ريم. موضوع لبنى بالنسبة لي ده كان مجرد جس نبض مش أكتر. أنا في المكتب يا حبيبتي. لو احتاجتي أي حاجة ادخلي لكم على طول. دي بقى المفاجأة اللي أنا محضرها لك يا ست كريمة. ناديا. ناديا يا عمتي. فرجة عندك يا بنتي. عاملة إيه؟ طمنيني عليك. زي ما أنت شايفة كده. لابسة الأحمر. ومستنية معادي. عمتي. طب اتفضلي استريحوا. تعالي اقعدي اقعدي. مش وقت البكا لسه بدري. انا مسامحاكي مسامحاكي يا عم. وقلبي صافيلك انتي وبناتك. حتى زينب ده انا حتى قلت لشهد هاتي زينب معاكي عاوزه اشوفها. انا بس كان نفسي اشوفهم قبل ما اتعلق على حبل المشنقه. مش هتتعلقي يا حبيبتي. انتي ما عملتيش حاجه. سامحيني يا ناديه. انا السبب. لا يا عمتي انت مش السبب. لا يا بنتي انا السبب. انا اللي ما عرفتش اختار ابوكي. انا اللي ما عرفتش اختار اخويا. انت عارفه يا ناديه انا اللي بحب الدهر ولا بحب الدم. بس انا مش هسيبك. انا السبب. انا هقول للمأمور على كل حاجه. هقول له انا اللي قتلت مهدي وانا اللي قتلت محرم. لازم تخرجي من المهنة دي. انا كده كده في السجن. انت لسه صغيره ولازم تعيشي. يا حضرة المأمور. لا يا حضرة المأمور. لا يا حضرة المأمور. لا بس بس ما تعمليش كده. مش هقدر كده. ما تعمليش كده. انا لازم البس البدله الحمراء مش انت. لا يا عمتي انت لسه صغيره. لسه الدنيا قدامك يا بنتي. لو سمحتي انا اللي قتلت ناديا قالت كده عشان تبرعني. ما تعمليش كده. يا حضرة المأمور انا كمان قوايا العقليه. انا اللي قتلت. انا اللي قتلت بنتي. ما منوش فرد. انا اللي عامل العقليه. ما منوش فرد. انا اللي لازم ارمي زي البدله. انا مش انت. لا 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 يا بنتي مش انت يا ناديه. مش انت. ما تخافيش. الحمد لله. والله العظيم انا هقول كده. لا انا بس كنت عاوزه اشوفك. الحمد لله. اوعي. لا لا يا حضرة المأمور. يا حضرة المأمور. يا حضرة المأمور.